مواصفات وسعر وميزات وعيوب هاتف اوبو اف 9. الهاتف المنتظر بشدة من شركة اوبو هو اوبو اف 9، يعتبر الهاتف خليفة الناجح الاسبق له هو اوبو اف 7، فيحتوي على نفس المعالج وتم التصنيع من نفس الخامات ولكن مع بعض الاضافات والتطويرات في هاتف اوبو اف 9 الذي سيكون منافس قوي من اوبو في الفئة المتوسطة. مواصفات اوبو اف 9 يدعم تشغيل شريحتي اتصال على الجيل الرابع معا زائد كرت ميموري حتى 256 جيجا في منفصل خاص به. وزنه 169 جرام مع تخان 8 ميلي مع خامات تصنيع جيدة لكن من بلاستيك مثل اوبو اف 7. شاشة من نوع LTPS IPS بقياس 6.3 بوصة بأبعاد جديدة بها نوتش صغير على شكل حرف V تواجد به الكاميرا الأمامية، وشاشة تستحوذ على 90% من جسم الموبايل مع دقة Full HD Plus مع دعم طبقة حماية مقاومة الخدش والكسر من نوع Gorilla Glass 6. يأتي بأندرويد أوريو 8.1 مع واجهة تشغيل Color OS 5.2. يأتي موبايل F9 بنفس المعالج الموجود في F7 وهو ميديا تك B60 ثماني نواة 2 جيجا هرتز مع معمارية 12 نانو موفرة في استهلاك البطارية بالرغم من أن المعالج ميديا تك إلا أنه ينافس معالج سناب دراجون 660 موجود في هواوي موجود في شاومي MI A2. معالج رسومي مالي G72 MB3 مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام ويوجد نسخة أخرى 6 جيجا رام وهي نسخة البرو. الكاميرا الأمامية 25 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 نفس الموجودة في F7. وملاحظة على هذه الكاميرا أنها تقوم بالتجميل بشكل تلقائي لا يمكن إيقافه كما تدعم HDR كما تدعم العزل. الكاميرا الخلفية أصبحت مزدوجة 2.16 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 وتساعد الكاميرا الثانوية في الحصول على عزل أفضل من الموجود في F7 مع تصوير فيديو بدقة 1080 ب 30 إطار بالثانية. كما تدعم الكاميرا وضع تصوير الفيديو سلو موشن، يدعم بصمة في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية فيس أنلوك، يدعم تشغيل نظارات VR، يدعم USB on the go، يأتي اوبو اف 9 ببطارية 3500 ملي امبير، والجديد انها اصبحت تدعم الشحن السريع ولكن استخدمت اوبو منفذ USB قديم مايكرو V2 ولم تستخدم USB تايب سي ولا نعلم السبب الحقيقي وراء ذلك، ويتم شحن البطارية بالكامل في ساعة ونصف. يوجد مخرج سماعات 3.5 ملم يأتي بألوان ازرق واحمر وبنفسجي وتصميم الظهر مميز ومبتكر كعادة اوبو بالألوان المتاحة حاليا هي الأزرق والأحمر فقط. ميزات اوبو F9 بالرغم من أن اوبو لم تطور الكاميرا الأمامية عن F7 إلا أنها لن تحتاج ذلك لأن الكاميرا الأمامية في F9 واحدة من أفضل الكاميرات سيلفي في الفئة المتوسطة. تم تطوير الكاميرا الخلفية وأصبحت مزدوجة للحصول على عزل أفضل في الصور بشكل عام. في الكاميرا الخلفية صور ممتازة في الإضاءة النهارية. يدعم مستشعر بصمة إصبع وبصمة وجه أسرع من ما يمكن. يدعم تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. درجة سطوع الشاشة تحت أشعة الشمس أصبحت مقبولة وأفضل من F7. بطارية كبيرة مع دعم الشحن السريع. تصميم ظهر جديد ومبتكر. حماية من نوع جديد على الشاشة لأول مرة في فئة متوسطة. عيوب موبايل F9 ما زالت أول تستخدم لاستيك القوي في تصميم هواتفها ولا ترد استخدام المعدن أو الزجاج، وظهر الهاتف سهل الخدش كما في F7. لا يمكن تعطيل الذكاء الاصطناعي في الكاميرات وبالتالي يقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل الألوان تلقائيا بدون أي تدخل المستخدم. استخدام مايكرو USB V2.0 ولم استخدام تايب سي. لا يوجد لمبة إشعارات في الهاتف. لا يظهر إشعارات بجانب النوتش كالعادة ويجب سحب القائمة العلوية لتظهر الإشعارات. لا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K. محتويات الصندوقية الموبايل عليها لاصقة حماية الشاشة الشاحن وسط USB سماعات أذن قراب لحماية الهاتف دبوس وكتيب تعليمات والضمان. سعر أوبو F9 سعر النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا هو 5300 إلى 5800 جنيه مصري وفي السعودية 1700 ريال لنفس النسخة
وتقريبا 400 دولار. وشكرا لكم.